السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم لكم ان شاء الله المسبح المغطى ديال عين السلامه. هذا المسبح هذا اللي تيتواجد في العوينه ديال عين السلامه او العوينه الجري. هذه البلاصه هذه فيها حمامات وفيها دوش وفيها هذا المسبح هذا المغطى للرجال والعيالات، وفيها واحد المسبح تيكون مفتوح في الصيف. الماء ديال هاد الحمامات هادو من العوينه ديال عين السلامه. هاد العوينه هادي الماء ديالها تتكون بزاف ديال المكونات المعدنيه. نقول لكم المكونات ديالها على حساب الليتر: 80.20 ملي غرام في الليتر من الكالسيوم، 83.50 ملي غرام من المغنيسيوم، 306.20 ملي غرام من الصوديوم، 13.40 من البوتاسيوم، 341.60 من البيكربونات، 595.60 من الكلور، 5.30 من النيترات، 45 ملي غرام من السلفات. هاد المكونات اللي قلت لكم طبيعة الحال عدد الملي غرامات في الليتر. هذا المدخل ديال المسبح المغطى. صراحة الله البلاصة نقية بزاف. هذا المسبح رقم واحد. مسبح صغير شوية وسخون، زايد في السخونية على المسبح الآخر. كاين كراسة فين تحت حويجاتك وتجلس. بلاصة نقية. هانتوما كما تشوفوا داير لابيسين كامل، داير الكراسة. هاد الكولوار هذا فيستير فين تتبدل حوايجك. كاين هنا حاشاكم الطواليطات، ما بغيتش نصور لكم. وهادي المدخل ديال المسبح رقم جوج. مسبح كبير شوية، فيه الداخل الطواليطات، فيه كلشي ديالو، تا هو داير بالكراسة. ولكن شوية بارد على هذاك الأول، بارد على المسبح رقم واحد. هذا تا هو بالنسبة للناس اللي تيبغوا البرودة ماشي مشكل. صراحة الله هاد المسبح هذا رائع، مسبح جيد، قريب للناس ديال مكناس بزاف، على بعد واحد 7 ولا 8 كيلومترات من مدينة مكناس. والمكان فيه واحد المقهى رائعة، مقهى عصرية، وفيه الشواية، فيه بطبيعة الحال واحد ريستورون، فيها الشواية، فيها الطويجنات اللي بغيتو كاين في هاد البلاصة هادي. ثمن الدخول لهذا المسبح هذا هو 70 درهم. صراحة الله يستاهلها. وكاين بلاصة ديال العيالات وبلاصة ديال الرجال، يعني بالنسبة للناس اللي تيبغيو يجيبوا وليداتهم. شكرا لكم على المتابعة، وما تنساوش تقولوا لنا الرأي ديالكم في هذا المكان هذا.